بدل من 60 دولار. وانا بتفرج على الميكينج افتكرت ايام جميله فيها شغل وفيها فن وفيها اخلاص وفيها ضمير. وفكرت كمان شفت تعبنا في الفيلم ده وشفت حلاوة وإحساس أسامة فوزي الله يرحمه شديد التميز بيدقق في كل صغيرة وكبيرة وعنده رؤية سينمائية مميزة جدا وما كانش أبدا يهدى غير لما ياخد من الفنان أو الممثل اللي هو عايزه. لازم التصوير يبقى مظبوط، لازم الأداء يبقى مظبوط، لازم ما يبقاش فيه كذب، لازم يكون فيه صدق. لو لاحظتوا في الميكينج مش هتلاقوا في أي شخص ماشي في الشارع، كانوا بيفضوا الشوارع. وبعدين سألته قلت له يعني غريبة المحلات مقفولة مفيش أي حد، حتى مفيش قطة ماشية في الشارع ولا أي حد. قال لي لأن ده عالم خاص بتاعهم، دي حاجة من الخيال مش موجودة. الفيلم ده بيدرسوه دلوقتي في معهد السينما، وأنا فخورة إن كنت يعني جات لي الفرصة إن أنا أشتغل مع الأستاذ أسامة فوزي الله يرحمه. الأول كنت خايفة قوي عشان الفيلم ده جالي بعد ليلة سخنة على طول، وقبل ما اشتغل الفيلم ده اعتذرت عن بدون ذكر اسماء عن فيلمين تانيين كان اختاروني اعمل دور شبه دوري في ليله ساخنه. لما اتعرض عليا الفيلم ده كنت خايفه، قلت انا هعمل ايه بعد اللي انا عملته. حتى قلت الله يرحمه لنور الشريف، قلت له يا نور ايه اللي هقدمه بعد ليله ساخنه بكل الجوائز دي اللي انا خدتها. قال لي ما تخافيش يا نونيا، ده أسامة فوزي مميز. استغربت ان محمود حميدة هو منتج الفيلم وطالع ميت في الفيلم. وبعدين كلهم كمان استغربوا ان هو والاستاذ أسامة فوزي الله يرحمه اختاروني لدور حبه. كان في مشكله في شكلي، كان بيدهنولي وشي ورقبتي وصوابع ايديا ورجليا من جوه الشبشب اللي انا لابساه. هو كان عايزني سمره. الايام الحلوه اللي احنا قضيناها، وكان فيلم صعب وتكاليفه صعبه، واتعمل كده في غمضه عين مشهد النفق اللي انتوا شفتوه ده من شويه، اتعذبنا فيه جدا. قعدنا حوالي 12 يوم نروح ونرجع نعمل مكياج ونعمل البروفة في حاجة تضايقه نروح. النفق ده أحمد حلمي كان بيتقفل لمدة كم؟ أحمد حمدي كان بيقفلوه لمدة 3 ساعة، وبسرعة يلا يلا نروح نعمل الشوت. طبعا 3 ساعة مش كفاية، فيقولوا لا لازم نفتح النفق، فنطلع بره. وبعد ما نبقى مستحضرين والدموع والإحساس جوانا نقعد حوالي ساعة بره عشان نعدوا العربيات، وطبعا نفوق. فهو كان يطلب مننا ما فيش حد يكلم حد ولا حد يهزر مع حد عشان احنا نفضل بإحساسنا ده. رحنا وجينا رحنا وجينا، قلت له يا أسامة احنا عملنا شغل حلو وانت عامل شغل حلو. قال لي لا دي فينالة الفيلم. قال لي تعرفي يعني ايه فينالة الفيلم؟ كل اللي احنا عملناه ده هيبوظ لو ما كناش في الفينالة 100%. وفعلا الفينالة دي كانت مبهرة، مفيش بلد رحنا فيها مهرجان بالفيلم ده بالذات في لوكارنو، قلوا فات الناس اتفرجت على الفيلم لان العرض كان في الشارع. سقفوا بعد لما قبل ما تنزل النهاية كانت الناس بتسقف. الفيلم خد جوائز كتير قوي، أكتر من 20 جائزة، وأنا خدت 3 جوائز كأحسن ممثلة. وأنا فخورة بالفيلم ده،
وبشكر الأستاذ سعيد اللي جمعني بيكو النهاردة عشان نفتكر الذكريات الحلوة ونتفرج على فيلم من أجمل أفلام السينما العربية. أشكرك. طبعا نونيا شافت الفيلم عشرات المرات، فاحنا يعني لو هي حابه تقعد اهلا بيها لو هتتحرك. دول كان اول مره يشتغل وساري النجار. وساري النجار عمل لهم تدريبات في التمثيل حوالي اكتر من 3 اشهر، وبعدين لقيته بيقول لي تعالي انت ومحمود حميده عشان تمثلوا قدام الولاد. فانا قلت لهم طب احنا هنمثل ليه؟ ما هم خلاص بيتدربوا. وقال لا، لازم يتعودوا عليكم، لان عينيهم لو تبقى ما خدتش عليكم لما تيجوا تمثلوا قدامهم هيجيبوكم، هتبقى العين نفسها فيها هيبه منكم. فتعودوا علينا وبقينا نروح معاهم وهم يمثلوا واحنا نمثل معاهم. انا 6 اشهر على ما اظن، مش انا مش هنسى في حياتي الفيلم ده. فعلا فعلا فيلم جميل.